ابعاد الخطورة من أمام لاعبي فريق عجمان. علي مدن، علي مدن خطرة، جول جول. عجمان يتقدم بالهدف الأول. روكي مارسيانو عاد من جديد بعد ضياع 3 أهداف لفريق عجمان في شوط المباراة الأول. روكي مارسيانو يسجل حضوره في الكرة الماضية ليعلن عن تقدم فريق عجمان بالهدف الأول. يا لها من لمسة جميلة من علي مدن. حلوة الكرة الماضية، حلوة الكرة الماضية. نعم، هذا هيكل الشيخاوي اللي أرسل الكرة باتجاه علي مدن، ومن علي مدن باتجاه اللاعب روكي مارسيانو يضع أول أهداف فريق عجمان في المواجهة 8 في بطولة دوري أدنوك للمحترفين. برافو عجمان، برافو عجمان. روكي مارسيانو ومحمد عبد الله وصافرة تنفيذ ركلة الجزاء. خورفكان فرصة للعودة، فرصة جول. عودة أبناء الخور، عودة أبناء الخور. نعم، عن طريق اللاعب تياغو دي لوينكو عبر ركلة جزاء احتسب حكم اللقاء محمد عبد الله الهرمودي. حلوة المباراة، حلوة المباراة. نعم، بالاقتراب من الدقائق 10 الأخيرة. يا من تتابعنا عبر قناة الشارقة الرياضية، بأن تياغو دي لوينكو اللي سجل في هذه البطولة 4 أهداف لفريق خورفكان يسجل حضوره في هدف تعديل النتيجة. شوف الكرة وشوف قصة ركلة الجزاء اللي احتسبت في لحظات الماضية بعد العودة للفار، الاستخدام الأول للفار في مباراتنا هذه لتجمع ما بين فريقي خورفكان وعجمان، تمنح فريق خورفكان هدف تعديل النتيجة باحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء. جمهور علي مدن الآن، عرضية ملعوبة في منطقة الجزاء، فرصة ثانية، جول جول. عجمان يضيف الهدف الثاني عن طريق هيكل الشيخاوي بمتابعة جميلة جدا، أتت عبر كرة عرضية من علي مدن. يضيف عجمان حضورا جديدا في هذه المباراة بزيارة الشباك للمرة الثانية على التوالي. هيكل الشيخاوي يسجل حضور عجمان، لا يتحجج بالغيابات وإنما الحضور يكفي، وبصورة جميلة جدا في هذه الأمسية. نعم يا سادة، بأن هيكل الشيخاوي يضع هدفا ثانيا في مرمى خورفكان، هي الزيارة الثانية للشباك. الله الله، على الطاير على الطاير. طبعا أخذها بأريحية، أخذها بأريحية، وبالتالي نظر المرمى وسجل بطريقة جميلة بثقة كبيرة، بأن فريق عجمان يتقدم بالهدف الثاني. دانيال إزايلة قادر على إحداث تغيير كبير في تشكيلة فريق عجمان، وبالتالي النتائج والقادم أفضل بالنسبة للبركان البرتقالي. برافو يا عجمان، برافو يا عجمان، برافو يا عجمان.